مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نقطة نظام. النهاردة حلقتنا فيها العديد من الموضوعات المهمة جدا واللي دائما بنتطرق ليها في برنامجنا ومناقش فيها، وهي الجريمة. حقيقة أنا عايز في حلقتنا النهاردة هنشير إلى جزء مهم جدا والخاص بقطاع السجون، وخاصة إن عندنا خلال الفترة الأخيرة قطاع السجون شهد العديد من التغيرات والتطورات اللي متعلقة بالنزيل داخل السجن، بتقديم منه بتقدم له الرعاية الكاملة، بتساعده عن هو أيضا يتعلم مهارات جديدة من أجل أن هو يرعى أسرته بعد قضاء مدته داخل السجون. ونتطرق في الحلقة أيضا عن قصة العفو، وخاصة أن العفو في خلال 2020 تم الإفراج عن 34,583 ألف نزيل. والحقيقة أيضا أن عودتنا دائما وزارة الداخلية أن في كل مناسبة أو في أي احتفالية بيتم الإفراج عن عدد معين من النزلاء داخل السجون وفقا للشروط اللي موضوعة ووفقا للقانون، وخاصة أن خلال احتفال الشرطة بالذكرى 69 تم الإفراج عن أكثر من 3000 نزيل. حقيقة هذا الكلام وهذا الأمر ستطرق له مع ضيوف اللي مشرفين النهاردة، سيادة اللواء محمد رضوان شلتوت وكيل مصلحة السجون سابقا ومستشار الهيئة العليا لمنظمة الوحدة العربية الأفريقية لحقوق الإنسان. أهلا بحضرتك، نورتنا وشرفتنا في أهلا بحضرتك. الأستاذ عادل صلاح خضر المحامي بالنبض. أهلا وسهلا بحضرتك ونسيادة اللواء. أهلا بحضرتك، نورتنا وشرفتنا. أنا حابب أبدأ بالأستاذ عادل. استاذ عادل، احنا دائما كنا في برنامجنا بنردد ان في انتشار في معدات الجريمه. تمام. الحقيقه انا عايز اكون صادق وواضح مع مشاهدينا، لا احنا عايزين نتكلم في احصائيات حقيقيه. معدلات الجريمه وفقا لاخر الاحصائيات، معدلات الجريمه انخفضت 2020 عن 2019 بنسبه 17%. والحقيقه ايضا لو تابعنا الاحصائيات اللي بتصدر عن وزاره الداخليه ومديريات امن في جميع المحافظات، سنجد ان ايضا في انخفاض في شهر يناير الحالي في معدلات الجريمه عن يناير 2020. يعني يناير الحالي وصل معدلات الجريمة إلى 28 جريمة قتل ارتكبها 37 متهم، خلفت 31 قتيل عن 2020. حضرتك شايف المؤشرات ده وانخفاض معدلات الجريمة ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بقول تحية حب واعتزاز وافتخار بجهاز الشرطة العظيم وكل رجالاته. احنا دلوقتي قبل كده كنت حتى التعامل في انك انت تلاقي اللي ينجدك من الشرطه ممكن يكون ببطء بسبب الاجهزه، بسبب العدد، بسبب عدم النظام اللي هو الكامل. انما دلوقتي انت حتى لو رحت على اي طريق بتلاقي الاكمنه ما شاء الله منتشره في كل مكان. تمام. ضابط المباحث، رئيس المباحث، معاوني المباحث في كل مكان حاطين ارقام تليفوناتهم. يعني انا حتى مشيت في المهندسين ومشيت في الدقي لقيت كده رئيس المباحث حاطط ارقامه، ودي على مستوى الجمهوريه اعتقد من ده الأول ما كانش فيه. انت بتتصل دلوقتي بتبقى تعاملك مباشر مع القياده، اتصالك مباشر مع الرئيس. كل ده بيساهم في انخفاض معدل الجريمه، لان انا بوئدها من جذورها. تمام. سياده اللواء، احنا دائما كنا بنتكلم عن ارتفاع معدلات الجريمه، انا النهارده عايز اتكلم عن انخفاض معدلات الجريمه. ده هل بيعكس مدى التطور الكبير والاداء الكبير لوزاره الداخليه؟ هو ما لا شك فيه طبعا ان الفتره الاخيره حتى في وزاره الداخليه شهدت طبعا كثيرا من التقنيات الحديثه عموما اللي بتساعد في كشف حتى عن الجريمه عقب وقوعها مباشرة. وفي نفس الوقت لان انا المفروض ان الوزارة تشتغل على شقين حضرتك في مجال الامن العام، تشتغل على شقين. الاول منع الجريمة اللي هو اتكلم عليها الاستاذ صلاح، اللي هي الاكمنة المنتشرة في جميع شوارع مصر، في شوارع القاهرة سواء القاهرة او كل محافظات القاهرة الجمهورية. وده بيبقى نوع من التواجد الشرطي الامني في الشارع مدة 24 ساعة. ده طبعا بيقلل بنسبة كبيرة جدا من معدل الجريمة، وبيمنع قدر المستطاع اللي هو احنا بنسميها الخطوة الاستباقية او الاجراء الاستباقي، ان انا بمنع الجريمة قبل وقوعها يعني. ولو حدثت فانا الفترة الاخيرة شهدت بعض التقنيات الحديثة وبالذات الكاميرات والى اخره كلام من ده،
ده بيساهم كتير جدا في ضبط الجريمه عقب وقوعها يعني مباشره. وطبعا انت لما بتضبط جريمه عقب وقوعها مباشره فانت بتحد بشكل مباشر من تكرار وقوع هذه الجريمه يعني. تمام. الحد من تكرار هذه الجريمه ايه المطلوب يا استاذ؟ هو طبعا تعديلات القوانين كلها ماشيه في تقنيه جميله جدا. تمام. وبتقضي على 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 او بتوقد الجريمه قبل تفحمها قبل انتشارها. يعني القانون سهل يعني أيضاً. يعني قوانين تراخيص المحلات من الشروط القانونيه ان هو لازم يكون في كاميرات في المحل وقدام المحل. دي بتساعد وزاره الداخليه جدا في الكشف عن مين مرتكب الجريمه، خاصه في المناطق الشعبيه وغير الشعبيه. يعني ما هو الجريمه مش يعني ليست حكرا على مكان بعيد. كل شوارع القاهره مش فيها كاميرات طبعا. لا كل شوارع القاهره فيها كاميرات. كل المحلات فيها كاميرات على مستوى الجمهوريه. لان ده قانون. تمام. وتم تعديله على هذا الاساس. فده بيساهم بشكل كبير جدا في كشف الجرائم في وقتها. وازاي تم بتستعين بهذا الكلام وزاره الداخليه. الانتشار بقى السريع والنجده السريعه، يعني انت دلوقتي تضرب 122 كانت 122 مش موجوده. دلوقتي 122 تضرب في 10 دقائق بيكون معك. تمام. في وقتها بيكون معك. ده الاستجابه الفوريه، التواجد الشرطي في الشارع. ده ساهم وتقلل من معدلات المرونه والحنكه في التعامل والاسلوب الجميل في التعامل. وان انا فعلا بحط دلوقتي رجل الشرطه المناسب في المكان المناسب. تمام. سياده الوالي عايز اسال حضرتك، احنا دائما بنتكلم المجرم بيبقى مصيره بعد حكم المحكمه بيكون مصيره السجن. تمام. عايز اخد حضرتك من بدايات بيتم ايه معاه في البدايه لم اول ما يعني يكون داخل السجن بدايات. هو بدايه طبيعي اي مسجون او اي متهم بارتكاب واقعه حكم عليه من المحكمه حكم نهائي وبات، فبيجي طبعا يتسلم لاقرب سجن له. وطبعا القانون السجون محدد فئات السجون، لان طبعا السجون بتنقسم الى ليمانات وسجون عموميه وسجون مركزيه. تمام. وده منصوص عليه في قانون السجون 369 لسنة 56. فبيروح المسجون اسم الشرطة اللي هو كان تبعه أو المسجون أو المحبوس فيه وحكم عليه في داخل الاسم، فبياخده بيروح يسلمه لأقرب سجن له لإيداعه في السجن. طبيعي مجرد ما بيخش السجن أي سجن عموما بيراجع الأول ملف المسجون، بيشوف أمر التنفيذ بتاعه اللي هو حكم المحكمة، بيشوف الفيش التشبيه بتاعه اللي عامله في الاسم، بيستقبل اوراقه الاداريه كلها، وبعد كده بيصدر قرار من مدير السجن او مامور السجن بقبول هذا المسجون في السجن. مجرد ما بيصدر هذا القرار من المامور شفاهه بيبدا يتعمل بيتحط في دفتر اسمه دفتر حوادث السجن، وبيتعمل بند بحضور الماموريه بالمسجون وبيتسلم. تمام. داخل السجن. مجرد ما بيبقى ده كده بقى اصبح على قوه السجن اللي هو هينفذ العقوبه فيه، ايا كانت بقى العقوبه مشدد او الاخر. بعد كده بيتعمل طبعا ملف كامل للمسجون. اول ما بيخش بتعمله ملف كامل في الاوراق الخاصه بيه، العفو بتاعه امتى، الشرطي بتاعه امتى، علامات المميزه بتاعته، اذا كان له امانات بتتسلم، ودي اجراءات اداريه معروف معمول بيها ومعروفه يعني. خلاص المسجون اتقبل واتعملت له كل الاجراءات الاداريه بتاعته. المفروض ان هو بيطلع عليه حقوقه وواجباته يعني. المفروض انت عليك كذا، مسموح لك بكذا، وغير مسموح لك انك تعمل. وبعد كده بيبدا تسكينه في العنبر او الزنزانه بتاعته حسب التهمه بتاعته يعني. اللي احنا بنسميه في قطاع السجون التصنيف العقابي. ان قضايا المخاطرات بتسكن لوحدها، القتل او جرائم النفس بتسكن لوحده في زنازير خاصه بيهم داخل السجن يعني. وبعد كده بيبقى بيتعامل مسجون من التوقيت ده بيبقى كل حياته اكله شربه علاجه زياراته تعاملاته الماديه كلها من خلال اداره السجن اللي هو موجود فيه لحد ما بيخرج. تمام.
انت حضرتك كنت بتتحدث، انت بتتكلم ان بيتم الموافقه من قبل مامور السجن هل يقبل السجين ده او لا؟ هل ده فعلا بي يعني هل من حق مامور السجن ان هو يعترض ان يكون في سجين عنده؟ لا هو او السجن ده لن يقبله لانه مثلا مشاغب اكثر او لن يصلح ان هو يكون هذا السجن؟ ما يقدرش، ما فيش حاجه اسمها رفض. ما ينفعش يرفض يعني. حتى لو هو اصلا مسجون طبيعي في مساجين مشاغبه كتير جدا موجوده في قطاع السجون يعني. انما هو في حاجه عندنا في 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 في, في الشغل الفني في داخل السجون نفسه اللي هي الخصومات، لان احيانا بيبقى مسجون جاي له مسجون عندي في السجن اللي انا موجود فيه وهذا المسجون فيه خصومه خاصه بيهم من بره. تمام فانا بسكنه بعيد عنه بس لا اكثر ولا اقل، عارف يكون في جريمه بعد كده. يعني في خصومه بينهم من الخارج يعني من خارج السجون بره. تمام قبل ما يتسجنوا سواء ده او اللي موجود قبلي مني، فانا بسكنه بعيد عنه عشان ما يبقاش فيه فرصة انهم يلتقوا ببعض ويعتدي اي حد منهم على الاخر. انما انا ارفض ان انا اقبل مسجون الا اذا كان في حاجة في الورق، وما ارفضش انا برجعه للجهة اللي هي جابته سواء اسم الشرطة او مركز الشرطة يستكمل الاجراء الاداري بتاعه لو في خطأ في قصور في الاوراق بس اوراق. انا ما اقدرش ما اقبلش مسجون ما اقدرش قولا واحدا. تمام فيش اي مأمور سجن في اي سجن من سجون جمهورية مصر العربية يرفض ان يقبل مسجون عندي. تمام استاذ عادل، حضرتك محامي ومحامي نقد كبير ومعروف، حضرتك بتترافع عن بعض اللي هم متهمين، عايز اعرف من حضرتك يعني بعض التفاصيل في التعامل، اكيد بيحكوا لك يعني ايه اللي بيتم معاهم والتعامل بيكون ازاي. هو التعامل الزيارات بروح في زياراتهم العاديه بيقابلوا المساجين في المسجون بتاعه كله، طبعا بيروح يسجل الزياره في وقت الزياره وبيتندي عليه بعد كده وبيدخل بالزياره بتاعته بتتقبل عادي، بس بيتم تفتيشها تفتيش ذاتي يعني تفتيش يدوي وتفتيش عن طريق الجهاز الموجود. انا سالت حضرتك السؤال ده لان في شكاوى بتردد من قبل البعض ان ممنوع الزيارات، عشان كده انا سالت حضرتك هذا التفصيل. حضرتك انت محامي وبتترافع عن متهمين، فلازم اجيب صاحب صاحب الشأن هو بيتكلم في الموضوع ويحكي. مفيش ده اللي انا عايز اتاكد اي من الموكلين اللي عندي اشتكوا تماما من منع الزياره، مفيش ولا واحد الى الان اشتكى من منع الزياره. بل بالعكس ده انا حتى في حته العفو بقول له دايما خلي ملف المسجون كامل وانا بحاول اكمله له عشان وقت العفو بتاعه يبقى كامل، الدوسيه بتاعه كامل. الدوسيه بتاعه كامل من ايه؟ يبقى في صوره تبقى الاصل من الحكم الصادر في الجنايه، يبقى الوصل بتاع الرسوم الجنائيه مسدد وسلم اصل الوصل. اذا كان عليه غرامه 1000 جنيه 2000 جنيه 5000 جنيه الغرامات بتتسدد الغرامه، وبرضه بسيب الوصل بتاع ايه؟ الغرامه في الملف بتاعه. تمام على اساس ان ما يتبعت الملف بتاعه لمصلحه السجون يبقى فيش اي عقبه او اي تعطيل للورق بتاعه لاخلاء سبيله. هل بعض الموكلين عندك ندموا على الخطوات اللي هم عملوها او ان هو وقع في الجريمه دون قصد؟ كتير هو اللي بيخرج يعني اغلبهم او معظمهم بتبقى الجريمه مش مجرمين بالفطره ولكن الجريمه صيقت ليهم. يعني واحد في مشاجره وخلاص بقت قاتل، واحد في اي موقف وتعرض لواحد يسرقه وواحد هيعمل وهكذا. تمام سياده اللواء، انا كويس لحضرتك دائما بمرد المصطلح اللي بيردد السجن اصلاح وتهذيب. تمام عايز اعرف من حضرتك كيف يتم تعديل سلوك النزيل داخل خاصه لما بيكون مجرم او ارتكب جريمه قتل او تاجر في المخدرات او ارتكب اي جرم، ازاي بيتم تعديل سلوكه او ايه بيتم يعني تسقيفه ازاي عشان ما يكررش مثل هذه الجرائم مره اخرى؟ اولا في برامج اصلا موضوعه وهذه البرامج مخصوص عليها في قانون السجون بيتم تنفيذها من بدايه تنفيذ القانون من انشاء او من ساعه من تنفيذ القانون يعني من 56 يعني. تمام وطبعا في تعديلات تمت وفي اضافات كتير جدا الفتره الاخيره بالذات العشر سنوات الاخيره في قطاع السجون اللي هي كلها بتصب في مصلحه النزيل سواء في البرامج التثقيفيه بتاعته البرامج العلاجيه او الافراج عنه كمان. ففي برنامج موضوع كامل اصلا بيتم تنفيذه داخل السجن وهذا البرنامج بيشتغل على اكثر من محورين، اولهم
الرعايه الاقتصاديه، الرعايه الاجتماعيه تمام؟ تمام، اللي هي تواصل المسجون مع اسرته، اسرته من خلال الزيارات اللي بتتم وزيارات مباشره. طبعا ظروف كورونا الفتره اللي فاتت دي على مستوى العالم مش بس في مصر وفي كل العالم بدات تحد شويه من الزيارات. مش زيارة موجودة بس بقت في سلك وكلام من ده عشان نوع من أنواع الوقاية والوقاية، عشان طبعا السجون فيها أعداد كبيرة، في سجون فيها أعداد كبيرة يعني، فخوفا على المسجون وخوفا حتى على أسرة المسجون وكلام. ولكن في الأيام الطبيعية العادية بيتواصل المسجون مع أسرته وله زيارتين في الشهر. ده تعديل برضو، كان هي زيارة واحدة بالنسبة للمحكوم عليها، ولكن تعمل تعديل عليها سنة 95 98 حاجه زي كده تقريبا، او 2005 تحديدا. وبقى زيارتين في الشهر، بيتواصل المسجون مع اسرته واولاده وزوجته وتواصل مباشر لمده نص ساعه واحيانا ثلاث اربع ساعه لمده مرتين في الشهر يعني. ده نوع من انواع ربط المسجون برضه باسرته وعدم الفصل التام بينهم يعني. طبعا مسموح لهم بالمراسلات اللي هي الجوابات والخطابات وكلام ده، وموجود في كل سجن إدارة الخطابة أو قسم اسمه قسم الخدمة الاجتماعية مسؤول عن الكلام ده. طبيعي الثقافة، من ناحية الثقافية أنا عندي المسجون بيقرأ جرايد، يعني جرايد بتخش المسجون بناء على طلبه، بناء على طلبه طبعا بأماناته، من خلال أماناته. لو المسجون عايز يقرأ جريدة معينة، مصري يوم، عايز يقرأ الأخبار، عايز يقرأ الأهرام، تشتري له الجريده وتسلمها له يقراها. عندي طبعا مكتبه، كل سجن في مكتبه على مستوى الجمهوريه، وهذه المكتبه بتحوي جميع انواع الكتب، سواء كتب دينيه، كتب ثقافيه، روايات، المسجون بيطلع عليها، وفي اطلاع داخلي داخل العنبر يطلبه جوه العنبر وموظف يوصل له الكتاب بتاعه. يعني كده هو مش داخل سجن، هو كده داخل يعني في نفس التوقيت بيتعاقب، بس في نفس التوقيت في حاجات متوفره له الكلام ده ان هو التثقيف. ما عشان في ناس كتير من الناس يقول لك الكلام ده انتوا بتقولوه كده، انتوا بتهزروا، بتقولوا ازاي يعني الكلام كتير طبعا. الكلام ده مش مظبوط يعني. ولكن هذا الكلام موجود فعلا يعني. يعني الكلام بقول لحضرتك ده موجود في كل سجن، واللي داخل سجن عارف الكلام ده، عارف ان في الكلام ده موجود كمكتبه عندي. ارشاد ديني موجود سواء للمسلمين او لاخواتنا الاهباط، وده شهري اسبوعي وشهري، مواعظ بيجي متعاقدين مع وزاره الاوقاف، متعاقدين مع الكنيسه المصريه، بيبعتوا ناس للتثقيف ووصل دايما المسجون بالناحيه الدينيه تمام، عشان ما يخرجش من الاطار يعني ده. في ده موجود يعني اسبوعي يومي. يعني في درس اسبوعي ديني ودرس يومي تمام، سواء للمسلمين او المسيحيين، ده موجود في قطاع السوق. انا المفروض كنت عايز اسال حضرتك سؤال. هو في حته بس كنت عايز اذكرها، هو في حته الاتصال المسجون باهله يعني. دي قانون السجون اعطى من حق المسجون ان هو يتصل تليفونيا باهله. انما النقطه دي انا بصراحه مش لاقيها خالص، ودي اللي انا طالب يعني. بص اقول لحضرتك حاجه، اتفضل. كان الكلام ده في 2010 كان في برنامج وتم تنفيذ جزء منه، التعميم الوجود تليفونات في كل السجون، أسوة بعض السجون اللي في دول أوروبية وكلام من ده تمام. وكان تم حتى اتفاق مع شركة مصرية للاتصالات لتنفيذ الكلام. طب هنرجع نكمل الكلام ده، لأن احنا معانا اتصال هاتفي من الأستاذ محمود. خاصة احنا اليومين اللي فاتوا في حادثة أثارت الرأي العام، وهي تفاصيل حادثة مقتل صاحب مشويات الفقير بأكتوبر، وعن طريق البعض الغفر رحبوا اللي هم شخصيات راحوا يفرضوا إتاوى عليه، فاعترض فتم قتله عن طريق مبادلة لما تبادلوا مع إطلاق النيران فتم قتله. الحقيقة احنا معانا ابنه الأستاذ محمود، ابن صاحب مشويات الفقير، للحديث عن هذا الحادث وتفاصيله وإيه اللي دار. أستاذ محمود. أيوة. ازاي حضرتك؟ البقاء لله وربنا يرحم الوالد وربنا يصبركم ان شاء الله. انا بقى عايز اسال حضرتك استاذ محمود عن تفاصيل الحادث. الحادث ده بشع يعني، فعايز افهم من حضرتك ايه اللي تم في هذا اليوم وايه اللي دار. والله هو اليوم ده كان يوم الحد اللي فات، اللي هو اول امبارح، جاله تليفون من المزرعه عنده اللي فيه مجموعه عرب معاهم اسلحه، وجم ضربونا وجم بهدلوا العمال اللي موجوده في المزرعه.
ويبلغوه ان في اتاوه دفع او ما يسمى غفره للمكان قد كده في الشهر. تمام. قال له ما تخافش انا 10 دقائق ولا ربع ساعه بالكثير انا جنبك. ما تقلقوش من حاجه انا جاي ما فيش اي حاجه. فراح لحد وصل لحد هناك كان قابل شاف الضرب النار اللي موجود على المزرعه وعلى الجامع وعلى الاماكن اللي هناك والضرب اللي حصل مع العمال اللي عنده وبتاع. الناس دي ظهرت ورا منه على طول في ظرف 5 دقائق او 10 دقائق. تمام. طلبوا منه غفره او ما يسمى غفره يعني للمكان. قال لهم والله المكان بقى له 20 سنه معانا ومفيش الكلام ده موجود عندنا ومفيش حاجه اسمها غفره ولا نعرفك ولا انت تعرفون. دي اتاوه انت عايز تعملها انا ما بدفعش اتاوه وما بدفعش غفره ولا بدفع الكلام دوت ولا بدفع حاجه غصب عني. قال له هو ده كلامك وهو ده وضعك وهو ده. قال له هي دي اخر كلام عندي. بالفعل الحاج شاف شغله وبص على المزرعه وبص على عرضه. جه واحد منهم تاني دخل جوه الزرع جوه. قال له في ناس جايين يرادوك بره وما يعرفوكش وتعالى راضيهم باي كلمتين وهم هيرادوك وخلاص الموضوع انتهى يعني. تمام. خرج معاه من جوه وبتاع فوق ان هو تحت الفيلا عنده جماعه مسلحين في البنادق الالي. طلبوا منه اللي هم قالوه برضو الفيلا والاتاوه والكلام ده. برضو رفض. مع ان موجود قدامه اسلحه وموجود معاه كل حاجه وهم رافعينها في وشه رفض برضو. فتم اطلاق النار عليه. حقيقه ان هو اطلق نار برضو دفاعا عن نفسه، هل فعلا ده حصل؟ لا ما حصلش. طب المبلغ اللي كان ملحقش؟ لا ملحقش. طب حضرتك المبلغ اللي كان مطلوب من الوالد كام؟ ان هم يعني لا مش عارف والله انا ما كنتش حاضر الواقعه فما كنتش عارف. هو كان بالنسبه له مبدا مش مبلغ. يعني هل يعني الناس دول انتوا تعرفوهم ولا ناس؟ لا ما حدش يعرفهم خالص. طب تفاصيل التحقيقات وصلت لايه لحد دلوقتي؟ لا والله انا سايب التحقيقات هي شغاله مع نفسها وانا كنت بدفن الوالد ما تابعتش معاهم والله. بس انا عرفت ان هو تم القاء القبض عليهم. تم بالموضوع وانا واثق في الداخليه انها هتقدر تجيب حقه ان شاء الله. تمام يا استاذ محمود، انا بشكر حضرتك جدا على المداخله دي يا استاذ محمود، والبقاء لله والدوام لله وربنا يرحم الوالد. سبحان الله سبحان الله. شكرا يا استاذ محمود على التفاصيل وعلى التوضيح يا استاذ محمود. استاذ عادل دي برضو من ضمن الوقائع فرض الاتاوات. حضرتك سمعت المداخله وشايف تفاصيلها ازاي؟ هو كلام يقطع القلب يعني بصراحه. انا بس عايز انوه على حاجه، هو المفروض كان استاذ محمود معانا على الهواء النهارده في فقره خاصه بيه، بس للاسف هو اعتذر في الاخر لان برضو الوضع يعني والدته تعبانه وربنا يعينه على الوضع اللي هو فيه. انا بدايه اقدم خالص التعازي للاستاذ محمود والعائله الكريمه، وربنا يرحم والده رحمه واسعه وينزله منزله الشهداء، لانه من مات دون مال فهو شهيد. فما فيش احسن واعظم من منزله الشهيد عند ربنا سبحانه وتعالى. تمام. احنا مشكله الاتاوه ومشكلة التسليح دي مشكلة كبيرة. مشكلة يعني أعتقد إن الداخلية شغالة ليل نهار بتحارب حتة السلاح اللي هو بدون ترخيص. طبعا أنا عندي ناس معدومة الضمير، معدومة الأخلاق، معدومة الدين، كل همهم الفلوس، بيتحصلوا عليه بأي وسيلة بدليل إنهم رايحين مسلحين. يعني رايحين هتدفع او هنقتل. انا عايز بس اضيف يعني حاجه في الموضوع ده، ان 2020 تم ضبط 60,000 قطعه سلاح. ما دي دي مش كويس، غير مرخصه دي ممكن 60,000 45,000 منتهى. ده برضو رقم. ال 60,000 دي ممكن تكون في محافظتين اتنين بس. يعني تكفي محافظتين اتنين. انما في سلاح كتير جدا، وربنا يعين الداخليه على انها تقضي على هذا الوباء اللي هو السلاح اللي هو بدون ترخيص. بدون ترخيص. لان السلاح اما يكون فيه ترخيص، انا عارف ان 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 اللي شايل السلاح المرخص ده بيبقى شايله لمصدره. فعلا انا بدافع عن نفسي دفاع شرعي، انا رايح احرس نفسي، وانا رايح اودي مثلا فلوس بنك في البنك، انا ماشي بالليل متاخر ومعايا سلاح وهكذا. تمام. انما احنا هنا
عصابه ربنا انا هرجع لحضرتك في حته القانون وعقاب القانون بينص ايه في العقوبه على فرض الاتاوه، بس سياده الوزراء لازم اخد تعقيب حضرتك على الحادثه دي. هو طبعا يعني هو بضم صوتي لصوت الاستاذ صلاح. اولا طبعا بعد فوضى بتاعت 2011 انا اعتبرها ثوره طبعا وانا رايي فيها قبل كده اتقال قبل كده في اكتر من برنامج. كم السلاح اللي دخل مصر كبير رهيب واخد بال حضرتك، واصبح في يد ناس في منتهى الخطوره في منتهى المجرمين والى اخره، وفي ايد انماط من البشر غير امينه على حمل السلاح مصر. ناهيك على انه اصلا بدون ترخيص ده مخالف للقانون، نتكلم حتى نوعيه الشخص اللي في ايده السلاح كمان يعني. يعني ممكن السلاح يكون غير مرخص في ايد شخص محترم او كويس. انا ما قلقش منه. كظابط ما قلقش منه. انما وجوده في ايد شخصيته واد مسجل واد حرامي و الى اخره كلام ده في منتهى 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 الخطوره. والواقع اللي انت بصددها حضرتك دلوقتي، وطبعا هنقدم تعزينا لابن المتوفى ربنا يرحمه ويسامحه يعني ويصبرهم. عمليه طبعا خطيره جدا ومحتاجه اعاده تشريع وتعديل في التشريع. الاول انا كنت بتعامل مع السلاح الناري، صلاح يصلح صحح لي الكلام ده، انه حتى السلاح بدون ترخيص عقوبته بسيطه في القانون. لا في بدايه الامر اغلظ العقوبه. لازم اغلظ العقوبه عشان اقدر الم واسيطر على السلاح اللي في الشارع ده، لان السلاح بقى كتير جدا وفي ايد نوعيات من البشر زي ما قلت لحضرتك قبل كده منتهى الخطوره، واستخدامه سهل جدا بقى في منتهى السهوله دلوقتي. تمام. ده تعقيبي بالنسبه للموضوع السلاحي. تمام. والاتاوه؟ طبعا الاتاوه دي مرفوضه يعني يعني قولا واحدا مرفوضه، ولكن هذه العصابات موجوده في مصر، احنا مش هنقدر ننكر انها تفضل موجوده وهتفضل موجوده يعني. ان هو فرد الاتاوه وكلام من ده دي موجوده وفي ربوع مصر كلها يعني. تمام؟ انت مش هتقدر تمنحها. بس انا اقدر احد منها بان انا اغلظ العقوبه يعني. ان انا اغلظ العقوبه وان انا اختصر اجراءات التقاضي. ان انا لما النهارده وقع زي دي في خلال اسبوع 10 ايام المفروض اكون حكمت على العيال دي المتهمين. حكمت عليهم بالحكم الرادع الاعدام. مفيش بقى مؤبد ولا كلام من ده ولا تمام. فانا محتاج تغليظ للعقوبه وبالذات عقوبه السرقات بالاكراه وفرد السيطره في الفتره الحاليه كمان حتى على الاقل اللي هي فتره وجود السلاح وسلاح تقيل بكميه كبيره جدا في الشارع بدون ترخيص. تمام. استاذ عبد الله ده اللي هسالك عليه لحضرتك عقوبه فرد لا انا عايز اسال سؤال يعني يعني اتمنى بضم صوتي لصوت معالي الوزير في تغليظ العقوبة. ولكن قبل تغليظ العقوبة يعني أتمنى أن يكون في قرار من السيد وزير الداخلية بأنه يدي مهلة مثلا شهر أن كل واحد معاه سلاح مش مرخص يسلمه لأقرب قسم شرطة. يبقى أنا كده في خلال الشهر ده لميت على الأقل 75% من السلاح. تمام. بعدها أغلظ العقوبة. يبقى انا في الحاله دي فعلا يعني قضيت على الاقل مش اقل من 75% من قضايا السلاح بدون ترخيص اللي اصلا بيتم القضايا الصقر بتبقى بيها، قضايا القتل بتبقى بيها، الايتاوات بتبقى بيها وهكذا. فدي دي دي بداية ده طلب بتطلب بيه وزاره الداخليه. ده طلب بطلب بيه في من وزاره الداخليه. بالنسبه بقى للواقعه اللي احنا بصددها، احنا 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 واقعه فيها سرقه. احنا دخلنا بقى في سرقه. كده سرقه صح. دخلنا في قتل قبلها سبق اصرار. قبلها ترصد، قبلها تعدد العدد. كل دي ظروف مشدده. بعد القتل مفيش الا الاعدام. انما اتمنى بقى احنا اخر تنفيذ لحكم الاعدام علنا تم تقريبا كان سنه 87 او 86. اتمنى ان المشهد ده يتكرر اكتر من مره في كام قضيه من القضايا اللي بتهز الراي العام. ما انا برضو عايز اقول لحضرتك في النقطه دي، ما هو بيسال ويتكلم ويقول لك لا يجوز تنفيذ القانون لا يمنع على خاصه ان في ناس كتير بقى هو اطفال هو بيجيبه هو بيجيبه اطفال بتشاهد التلفزيون هو بيجيبه فهم بيتكلموا في النقطه دي. هو حضرتك بيجيبه الى
قبل غرفة الإعدام. ودي كفاية. أنا مش بجيبه وهو متعلق. أنا بجيبه حتى قبل غرفة الإعدام. مع الطلب الأستاذ. طبعًا. طبعًا. لأن حتى الشريعة الإسلامية. ردع عام كمان أصلًا. ده مجرد ردع عام، ردع عام باللي يفكر. يعني لو رجعنا للشريعة الإسلامية فليشهد عذابهما طائفة. يعني لازم يبقى في ناس موجودة. إنما أنا دلوقتي تم تنفيذ حكم الإعدام في الناس اللي قتلوا فلان الفلاني. خبر كده في خبر صغير ما بيتمش تسليط الضوء عليه. هذا لا يرضى. الغرض من الـ من الـ من العقوبة إصلاح للناس اللي هي بتحدثها نفسها إنهم يرتكبوا جرائم. خلاص أنا شفت المصير. عقوبة الأتاوة حاليا في القانون التنص عليها، فرض الأتاوة. ما احنا هي المشكلة إن أنا بس أتكلم عن عقوبة الفرد، أنا مش عايز أنا أوصل للقتل اللي بعد ده بيوصل للإعدام، مقترنة بقتل بتصل للإعدام، أنا عايز أوصل نص القانون اللي أقصى عقوبة 3 سنين للأسف. أقصى عقوبة. عشان كده لابد من تعديل القانون زي ما سيادة اللي هو أكد يعني إن أقصى عقوبة دي معناها إن يتم تكرارها مرة تانية. محتاج تشريع، محتاج إعادة نظر في التشريع وتعديل العقوبة. تمام. احنا برضو في صدد الحلقة احنا بنتكلم عن شروط العفو. تمام. عايز اعرف من حضرتك على اي اساس بيتم الافراج عن السجن اولا؟ طيب حضرتك بالنسبة للعفو احنا عندنا نوعين من العفو اصلا موجود. في عفو المصطلح تسمى اصطلاحا عفو رئاسي اللي هو عفو بقضاء نصف العقوبة. تمام. وده كان حصل فيه تعديل واصبحت نصف العقوبة بقت تلت العقوبة وليس نصف العقوبة. ومنصوص عليها في قانون السجون في جرائم محددة على سبيل الحصر يعني. تمام. ودي صلاحيتها للسيد رئيس الجمهورية طبقا للنص الدستوري وبالنسبة للقانون السجون يعني. فالوزارة بتحدد طبعا أنا كقطاع السجون بعرض عن المسجون بشرط حسن سير وسلوكي. يعني الفترة اللي قضاها عندي حسن السير والسلوك داخل السجن. يعني راجل بيلتزم بالتعليمات ما بيخرجش عن التعليمات ولوائح السجون. تمام. فأنا بعرض عنه في كشوف بتتعمل وبتروح للرئاسة مضي من السيد رئيس الدولة في المناسبات القومية للدولة. تمام. اللي هم 14 مناسبة أو 15 مناسبة تقريبا. 14 مناسبة. وفي كل مناسبة بيتم الإفراج عن عدد. آخرهم كان الـ3000 الأخر يعني فترة وجوده في السجن تعدت اليوم ده. يعني دخل في, في, في مجال العفو ده سواء في 25 يناير او الاخر وهكذا كم ثانيه يعني. ده العفو بنص المده كان صراحة نص المده ولكن حصل فيها تعديل من كام شهر بقت تلت المده يعني. يعني المسجون لو اخد 3 سنين يقضي سنه بعد سنه بعرض عنه للعفو اللي هو بقضاء نصف العقوبه يعني. ده بالنسبه للعفو. التاني اللي هو اسمه الافراج الشرطي يعني. تحت شرط وده بنصوص عليه في قانون السجون يعني. اللي هو برضو بيشترط برضو ان المسجون يكون حسن سير سلوك داخل فترة خلال فترة تواجده في السجن اللي هو مسجون فيه ملتزم تماما بتعليمات السجون أو الآخر. ده أنا بعرض عنه بنسميه الإفراج الشرطي بعرض عنه كقطاع سجون وتشكل لجنة من الأمن العام ومن السجون ومن التفتيش ومن الأمن الوطني وبتبقى اللجنة دي أسبوعية بتعقد في قطاع مصلحة السجون وبتبدأ تبص في ملفات المساجين اللي تتعرض عنها يعني. بيتوافق على جزء وجزء ما بيتوافقش عليه حسب ملف المسجون نفسه حسب الملف. طبعا. فاللي بيتوافق على خروجه من السجن خلاص بيخرج وبيبقى له اجراء تاني لاحق بيتابعه بقى اسم الشرطه اللي هو خارج عليه بيتابعه خلال فتره وجوده لانه خارج جزء من العقوبه. لو احنا دلوقتي بقى كانت الاول بيسموها 8 شهور او سنه سجن 9 شهور زي ما بيسموها الناس اصطلاحا دلوقتي بقت نص مده بالظبط نص المده. يعني هو واخد 3 سنين بعد سنه ونص انا بعرض عنه لو هو ما يستحقش العفو الرئاسي نص المده لان العفو له مواد محدده ولو انماط محدده من المسجون يعني مش كل المساجين ينطبق عليهم نص المده فلو ما ينطبقش عليه نص المده انا ادخله في الشرط يعني. فاصبح الشرط دلوقتي بعد ما كان تلتين المده قبل كده التعديل الجديد اللي تم بقى تلت المده. تمام. استاذ عادل تعقيب حضرتك في الموضوع ده برضو حضرتك ليك عايز تضيف حاجه؟ انا عايز اضيف بس هو المشكله ان المشرع حددها تحديدا بتحريات الامن العام عن الشخص اللي هيفرج عنه بمعنى ان هو مثلا لو كان في قضيه قتل
وهيتم الافراج عنه بتلت المده تمام، او هيتم الافراج عنه بعفو من رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه يملك ان هو العفو عن اي مسجون قضى على الاقل 4 شهور بغض النظر عن اي مده. يعني تمام. ده حق دستوري وليس حق قانوني في قانون السجون. تمام. المشكله بقى في التحري ده، ممكن التحري يرفض، وده بيبقى مشكلته هو الملف بتاعه كامل. الملف بتاعه ما فيهوش اي حاجه، سلوكه داخل السجن مظبوط، بيقول لا اصل هو القضيه بتاعته كانت قتل، وبعد ما هيخرج هتبقى ممكن يحصل مشكله انه يتم قتله او انه يتم الاعتداء عليه او انه، طب ما هو في النهايه هيخرج. فانا اتمنى ان يبقى في تعديل في هذه الجزئيه، في حته التحري عن الناس المحبوسه تمام من قبل الامن العام، في ان التحري عن شخصه، لان زي ما كانت العقوبه شخصيه فاخلاء سبيله هيكون شخصي. انا واحد جوه السجن سلوكه تمام جوه السجن، ما خالفش لائحه السجن، ايه ذنبه في ان هو ما يخرجش في العفو طالما ينطبق عليه الشروط؟ تمام. اجيب حضرتك يا سياده اللواء على كلام بيقوله الاستاذ عادل، عشان احنا معانا تقرير عايزين نطلع له. هي بس هي الفكره بس الاستاذ صلاح بيتكلم فيها دي موجوده ولكن هو بيبقى انا عشان اخرجه، دي ميزه اصلا القانون اداها للمسجون يعني او منحه اداها القانون للمسجون. هو ضابط الامن العام بيخشى من رد فعل، وبالذات في قضايا القتل تحديدا يعني، يبقى حد متربص له يخشى لو ما فيش صلح في المحضر او في القضيه وما تمش الصرع بين اسره المجني عليه والجاني، فهو بيخشى انه يخرج الولد ده، يخرجه بتلتين المده او بربع المده او بتلت المده ايا كان الوصف، انه يتم التعدي عليه او الطار او القصاص منه مثلا. فهو بيخشى دي. تمام. هو دي معالي الوزير ليها حلول. يعني ما عاقبش متهم على عقوبه. يعني هو كفايه العقوبه اللي هو فيها. ودي تعتبر هي كمان عقوبه على عقوبته. تمام. ان انا خلاص بسسم نفسي. بس انا عايز اضم سطر سياده اللواء في الموضوع ده بالتحديد. لا اصل احنا عايشين الموضوع ده عملي. جرائم القتل بالتحديد لا ما ينفعش ان في النهايه انا برضو يعني خلينا انا احط نفسي مكان القتيل. لما وصلت القتيل تلاقي واحد قتل ابنها وبعد كده خرج في نص المده، ما طبيعي دمهم هيفور يا استاذ عادل. احنا حضرتك تطبيق نص الضرب المفضي الى الموت، انا في تقديري بيساعد على زياده الجريمه. احنا هات التقرير واقول لك هيزيد بقى للتقرير. احنا معانا تقرير للاسف، يعني الاب وام مخرومين، الاب في حيره والام في حيره. ابن قتل اخوه، ابن الاب دفن ابن، والابن الثاني في السجن حاليا او بيتم محاكمته. احنا معانا التقرير لمقتل شاب على يد شقيقه بالسلام لزميلنا عدو زميلنا احمد فتح الباب. التقرير جاهز يا استاذ وليد؟ معانا التقرير ونرجع لكم تاني. اخ بيقتل اخوه المريض نفسي بسبب تعديه على والده. الاخ الصغير دخل الورشه عند ابوه، لقى اخوه كبير المريض نفسيا بيتعدى عليه بالضرب فحاول يسلك بنته. اخوه المريض نفسي ما سمعش كلام اخوه الصغير فقتله. تعالوا نشوف ايه التفصيل. انا كنت جايب صلاة الظهر، كنا مسمين الظهر يوم الخميس، عرفت لقيت فيه حكومة واقفة وفي دم في الأرض. ففي إيه يا جماعة؟ بسأل قال لك ده أبو أحمد، الاتنين حصل مشكلة وبتاع، وحد فيهم بيزق التاني، اتعور واحد فيهم وتوفاهم. بس الحكومة واقفة بقى ولقينا في دم كتير في الأرض. هو المجنى عليه كان مريض نفسي؟ كان مريض نفسي، هو كان بيتعالج من قصة كده كان فيها في الألترس ساعة بورسعيد، ورجع من هناك عنده مشكلة نفسية وهما كانوا بيعالجوه. وبعد كده بقى بيجي في الميعاد المشكله اللي حصلت له ديت، ويحصل منه يعني حاجات غريبه شويه. هو بقى كان بيتخانق مع والده، بيتخانق مع والده ومع والدته ومع اخواته وطردهم من البيت. كان في مشاكل بتحصل منه كتير، وهم بصراحه ما كانش مقصرين معاه في علاج. وبدا يعني بيطلب، يعني انا حد ما انا سمعت من الناس ان هو الولد كان قاعد طبعا معاه في المحل بيشتغل،
مفيش شغل هو عايز يعمله. طبعا احنا كنا بنصلي الظهر يوم الخميس، خرجنا من صلاه الظهر ما كانش في حاجه قبل صلاه الظهر. احنا صلاه الظهر لان الجريمه دي حصلت. الناس بقى اتلمت طبعا. الناس اتلمت والحكومه كانت موجوده. واتقبض على اللي وداها المعركه. هو تقريبا سلم هو اللي لا هو اللي وداه مش رايحين الظهر ما كانش في اي حاجه. واحنا راجعين من الظهر لقينا في دمه. نسال في ايه؟ قال لك الولاد ابو احمد خدوا مع بعض وواحد منهم مين اللي مات؟ ما كناش عارفين الاول مين اللي موت مين او مين اللي ضرب مين. فبعد كده عرفنا بقى ان هو حتى اللي اتضرب ده مات في ساعتها، وهو كل اللي ضربه ده خدوا وداه المستشفى، وهما بيخيطوه في المستشفى قالوا لا ده هو كده مات. هو ساعه ما عرف الموضوع ده مسك في ساعتها في المستشفى. فبيقولوا بقى قبلها بيومين برضه اتخانق مع امه وقرشها من البيت وخلاها في باب بره، وابوه برضه نفس الكلام قرشه بقى هو واخوه اللي هو بيقول القاتل ده. بقيتهم في الورشه، باتوا في الورشه عشان ما فيش مكان تاني. ده القاتل. ورجعنا لكم تاني بعد هذا التقرير، وخاصة ان يعني الله يكون في عون الاب، ابن قتيل وابن بيتم محاكمته، وربنا يصبر الاسرة دي. استاذ عادل تعقيب حضرتك على هذا الحادث البشع، وخاصة ان الجريمة يعني هو بيعاني من مرض نفسي او بيتجيله بعض الحالات المرضية النفسية. ما هو يعني هو في البداية طبعا هي جريمة وقتل، وربنا يعين اهله ويصبر ابوه وامه يعني وبالنارين، يعني واحد يتقتل والتاني اتقتل. الاثنين واحد يعني مستقبله ضاع والتاني مات. يعني الاثنين ميتين. انما نرجع ونقول انه ليس على المريض حرج. احنا عنده عاهه في عقله. فالفيصل هنا هيبقى تقرير الطب الشرعي ان يعرض على مستشفى الامراض العقليه والنيابه تستوثق من قواها العقليه اذا كان فعلا هو مريض ولا صحيح. فان كان مريض فانا بقول ان بيتحمل وزره ابوه وامه انهم ما ساعوش انهم ودوه مصحه. ودوه مصحه، هو كان بيخرج منها. هو كان بيخرج ازاي؟ يعني عادي، يعني بيروح يودوه لطبيب نفسي وما بيكملش ويرجع، يعني مش يعني المصحات النفسيه العاديه. تمام. هو يعني ربنا يعينهم. انما اقدر اقول انما اذا ثبت ان عقله وسلامه قواه العقليه تمام، فاحنا في بصدد مشاجره. 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 مش محاوله قتل. لا. تمام. فين القصد الجنائي؟ لا مفيش قصد جنائي. لا. بصدد مشاجره، ودي النقطه اللي انا بقى بتكلم فيها هنا. ان الماده دي تعتبر من المواد المساعده على انتشار جرائم الثأر. تمام. ليه بقى؟ الماده دي بتقول ان العقوبه في المشاجره تمام؟ اللي هو الضرب المفضي الى الموت. من 3 سنين ل7 سنين. غالبا بنسبة 95% من هذه القضايا بيتم الإعادة فيها في جلسات صلح. الصلح إذا تصدق عليه قدام المحكمة بينحسم به النزاع. أما إذا لم يصدق عليه قدام المحكمة لا ينحسم به النزاع. تمام. فهو بيساق إلى المحكمة والناس بتقعد في قاعدة، اتفقوا على الصلح وان المقتول اهل المقتول هيدفعوا دية، اهل القاتل قصدي هيدفع دية. واهل المقتول اخذوا الدية وقالوا القضاء ياخد مجراه على اساس ان المساق الى القضاء ده هياخد اعدام. يبقى هم كده اخذوا الدية وان ده هياخد اعدام. بيتفاجئوا ان العقوبة حتى لو قدموا الصلح القاضي اقصى حاجة بينزل درجة. تمام. عشان تم الصلح، عشان تم اقصى حاجه. وغالبا ما بيعتبرها دليل ادانه كمان. بيديله من 3 ل7. ايه بقى رد فعل الناس دي؟ تقول ابننا هتاخد بطاره طبعا. المقتول القاتل ياخد 3 سنين. بيرجعوا الديه ويفكروا انهم ياخدوا الطار بتاعه. وانا في تقديري ان المفروض هذا النص يدرج ضمن النصوص التي تبيح التصالح حتى لو كانت العقوبه نهائيه. تمام. سياده اللواء تعقيب حضرتك على التقرير، واستاذ عادل وضح الشق القانوني ان دي مشاجره ولا عقوبه قانونيه. خاصه احنا كنا قبل التقرير بنتكلم في هذه النقطه بالتحديد. تمام. العفو عن
في قضايا القتل بالتحديد ان هو ما يتمش عفوه الا تحت بعد تحريات الامن العام. انا بس عايز اخد تقييم حضرتك الاول على التقرير وبعد كده نكمل النقطه التانية. تمام. هو طبعا يعني الله يكون في عون الاب والام طبعا, وزي ما قال الاستاذ عادل لو ثبت فعلا ان في حاجه في قوى العقليه وده اكيد يعني, لان صعب جدا ان اخ يعمل كده مع اخوه. ولو ان بتحصل بعض هو عندهم قصد, هو اخوه بيزقه بيتخانق مع والده مع والدته فطلع مشرط تجيبه بتحصل كتير. لا ده بلا هو فعلا في مشكله في قوى العقليه فهو طبعا غير مسؤول عن تصرفاته يعني. ولكن حتى لو مفيش طبعا هي عمليه صعبه جدا على الاب والام, ربنا يصبرهم, وعلى الولد طبعا اللي هو حتى نفسه اللي قتل اخوه, لان هو مش هيسامح نفسه لو هو سليم نفسيا, هو مش هيسامح نفسه حتى يعني. صح. وممكن يشيل الذنب ده وممكن يعيش بيه وممكن يعمل في نفسه حاجه اصلا. واحيانا كان بتحصل الكلام ده في خلال تاريخ ميدي, كانت فيها وقائع زي دي وبيضطر يموت نفسه. اللي هو عن غير قصد بقى اللي حضرتك بتتكلم عليها, ان هو سليم ولكن عن غير قصد حصلت مشادة بينه وبين أخوه. وفي وقائع كتير سابقة قبل كده يعني, أنا شخصيا عصرت جزء منها في خلال خدمتي, وكان الولد بيجي يموت نفسه يعني حتى داخل السجون يموت نفسه داخل السجون حزنا على قتله لأخوه. طب حتى الأعرابية معالي الوزير كانت تقول ال- 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 الزوج موجود والابن الأخ مفقود والزوج موجود والابن موجود, يعني اذا مات الابن هتجيب ابن تاني, انما الاخ مش هيجي تاني. طب ده استاذ سياده اللواء برضه هنرجع نعقب على الكلام اللي حضرتك كنا بنتكلم فيه قبل التقرير اللي احنا برضه اعترضت فيه مع الاستاذ عادل صلاح عن موضوع الافراج. تمام. العفو ليه لابد ان في مرحلات القتل ليه ما يتمش تنفيذ العقوبه كامله حتى تهدأ نار الاخر يعني, ولا تدفع الى عمليه الاخذ بالصقر وقصص الطار والكلام ده. لا هي دي بنحة اصلا من قانون الدها للمسجون نظير وصلنا. هي العقوبه عباره عن يا استاذ محمد ان انا بعزل المتهم, هو ارتكب وقع فانا بعزله عن المجتمع لفتره اللي القاضي حددها, مثلا تعزيرا 3 سنين 5 سنين 10, بعزله لتقويم سلوكه لانه في خلل في السلوك اللي ترتب عليه ارتكابه للواقع يعني. تمام. فانا بعزله عن المجتمع الفتره دي. والله ولو في الفترة دي كويس سلوكه كويس تمام ما يمنعش ان انا اخرجه. بس انا ما بخرجوش كده عشوائي وبطلعه في الشارع يعني. تمام. لا ده انا بخرجه ويراقب داخل قسم الشرطة اللي هو تبعه مركز, وفي حاجات بتبقى فيها مراقبة داخل القسم يوميا, بيروح يبيت في القسم وفي مراقبة اسبوعية وفي مراقبة شهرية حسب نوع الجريمة اللي هو ارتكبها يعني. فانا بربطه برضه باسم الشرطة يتابعه تماما داخل وجوده الفترة دي. أنا في سؤال مهم عايز أسأله حضرتك, لأن للأسف إحنا وقتنا خلاص يعني قدامنا دقيقتين وينتهي, بخصوص الرعاية اللاحقة للسجناء. تمام. إحنا عارفين طبعا وبيقال إن بيتم السجين بيتم أحيانا بيحصل إن هو يتعلم صنعة, وأحيانا بيحصل على أموال نتيجة هذه الصنعة. سؤال حضرتك, هل فعلا ده حقيقي ولا كلام ولا القصة؟ مجرد ما يخش المسجون السجن أستاذ محمد بتصرف أو بتعمل خطاب لزوجته اذا كان متزوج, لوالدته اذا ما كانش متزوج, بتعمل خطاب موجه لوزاره التامينات الاجتماعيه في محل اقامه النزيل. تمام. بتاخده زوجته او انه المسجون ده محبوس عندي على ذمه القضاء رقم كذا اعتبار من يوم كذا وانتهى الحكم يوم كذا. وهذا الخطاب بتاخده وزاره التنميه الاجتماعيه او المكتب اللي تابع محل اقامه المسجون, وبيصرفوا مساعده شهريه لاسره المسجون سواء زوجته او والدته لان هو عائل الاسره يعني. تمام. حته بقى لحد ما بيخرج حته التعليم والحرفه. في سؤال اتسالت له النهارده, ايه فايده ان انا اعلم السجين حرفه وفي الاخر لما بيخرج يروح لوظيفه معينه لازم تعمله فيش وتشبيه, بيجي مثلا يقول لا انت عليك جريمه او انت متهم اتحبست في قضيه معينه فبيترفض. تمام. بيترفض توظيفه في احد الشركات مثلا فبيضطر مش لاقي شغل يشتغله فبيضطر يرجع للجريمه مره اخرى. دي اقل من 30 ثانيه عشان وقتنا للاسف خلص. هو المفروض ده السؤال ده يوجه ل وزاره التضامن الاجتماعي. تمام. تمام. انا بالنسبه لك قطاع سجون انا بديله الحرفه, بعلمه الحرفه اللي هو يشتغلها فتره وجوده في السجن.
وفي جميع انواع الحرف موجوده على فكره، وفي جميع انواع الانشطه الاقتصاديه والصناعيه موجود داخل السوق. تمام تمام. ودي على فكره الحاجه اللي ما حدش يعرفها اصلا، ان دي لها بند في ميزانيه الدوله. يعني قطاع السجون جزء من وزاره الداخليه، ولكن قطاع السجون لوحده له بند في وزاره الماليه زيه زي وزاره الداخليه زي وزاره العدل، وزاره كامله على التصنيع ده. تمام. وده كان المشرع عامله سنه 56، وده يقول الدل حضرتك ان المشرع كان عارف بيعمل ايه من سنه 56، اللي هي بعض المنظمات اللي بتتكلم على حقوق الانسان. يعني القانون ده عامله سنه 56، والمشرع عامل بند في وزاره الماليه خاص بالتصنيع عشان اصنع المسجون واعلمه حرفه، بحيث لما يخرج من عندي يلاقي حاجه ياكل منها عيش عشان ما يرجعش الجريمة. تمام. للاسف وقتنا خلص استاذ عادل، اخر كلمه وممكن حضرتك تتكلم فيها، ايه اللي يخلي المجرم يرجع للجريمه مره اخرى في اخر 30 ثانيه بالظبط، لان كده وقتنا للاسف خلص. اللي يخلي المجرم ان هو يرجع للجريمه تاني ضيق ذات اليد، ان هو ظروفه بتبقى وتفاجئ بقى ان اولاده وزوجته والدنيا مفركشه حواليه، بيضطر ان هو يرجع للجريمه تاني. وبعده عن ربنا سبحانه وتعالى. وبعده عن ربنا. انا في نهايه الحلقه بشكر استاذ عادل صلاح خضر المحامي المنجم، نورتنا وشرفتنا يا فندم. سياده اللواء محمد رضوان شلتوت وكيل مصلحه السجون سابقا ومستشار الهيئه العليا لمنظمه الوحده العربيه الافريقيه لحقوق الانسان، نورتنا وشرفتنا يا فندم. واتمنى ان الحلقه النهارده تكون نالت اعجاب حضراتكم، وبشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، على امل ان نلتقي في حلقه جديده ان شاء الله يوم الاثنين القادم. تصبحوا على خير.